كابتن هشام، كابتن هشام النهارده لازم كل تفكير النادي الاهلي، ولا دوري ولا دوري الابطال، ما خدوا كتير وخد البطولات دي كتير وكده، لكن كاس العالم للانديه لانها مختلفه تماما، يعني شكلها مختلف، بطوله مختلفه، التناول الاعلامي بتاعها، تسليط الضوء عليها، القنوات الناقله لهذه البطوله، موضوع مختلف كبير، وفي امريكا وبتاع، وميسي هيلعب في البطوله ديت وبتاع. فالنادي الاهلي كل تفكيره لا انا عايز اجيب لعيبه جامده، انا عايز على الاقل الخمس اجانب بتوعي يبقى من 11. فالنهارده يحيى عطيه الله، علي معلول انا من وجهه نظري افضل من يحيى عطيه الله، بس يعني هي الاصابه. يعني عندك اشرف داري مصاب ما بيلعبش، وسام ابو علي مصري بس هو الاكثر تاثيرا، رضا سليم ما بيلعبش، بيرسي تاو ما بيلعبش، اليو ديانج قبل ما يمشي ما كانش بيلعب. انا قصدي ايه؟ يعني الاهلي كان الاول كان عنده خمسه في ال 11. فهل انت مع فكره ان رضا سليم وبيرسي تاو يرحلوا في يناير ولازم النادي الاهلي يجيب اتنين تقال قوي؟ طبعا، لان هو زي ما انت بتقول يا خليل، هو نفسه في حاجه جديده، يعني بطوله جديده يظهر فيها بشكل كويس. هو ظهر في الفترات اللي فاتت دي كلها مركز ثالث بشكل كويس وبرونزيه، لكن في النهايه اكيد في تطلع، نفسك طبعا تحقق امنيه ان انت تحقق بطوله. البطوله دي بيبقى ليها متطلبات، هتجيب لعيبه بكام، هتجيب لعيبه مين اللي يجي في الفتره دي يشيلك في الفتره ديت، الفرقه فايقه ولا مش فايقه، حاله اللعيبه كلها تقدر انها تستوعب انك تجيب خمس محترفين قويين جدا يساعدوا بعض، ولا انت الفرقه اصلا فيها دروب فما تقدرش، فانت مشارك عشان انت بطل الابطال. فهي دي الكونسبت نفسها او المفهوم. انت الاهم كفلوس، النادي الاهلي عنده فلوس، النادي الاهلي عنده جماهيريه، النادي الاهلي دلوقتي بيكسب، فده بيدي حاله معنويه عاليه جدا جدا، وبرده الناس عارفينك كويس، اتفرجوا عليك كتير، انت لعبت في المحافل الدوليه دي كتير، يعني الاهلي لعب مع ريال مدريد، لعب مع اي سي روما، ماتشات كتير جدا جدا في اوروبا الاهلي لعب معاها، مع باير ميونخ، فرانك باير ليفركوزن لعبنا ماتش معاهم، فالماتشات دي انت متعود عليها، لكن ما تبقى ماتشات رسميه فانت محتاج تجيب لعيبه ذو قيمه كبيره جدا جدا انها تقدر فعلا تصنع الفارق. هل هتقدر تجيب ده ولا مش هتقدر؟ واكيد برضه ما هو رضا سليم انت محتاج لعيب محترف، بس رضا ما بيلعبش وبيرسي تاو ما بيلعبش، عيب لعيبه ولا عيب مدرب؟ ما برضه محدش عارف الكواليس اللي جوه. بس فهي دي المشكله، ان انت الاهم بالنسبه لك ان انت تعرف تجيب لعيبه بجد العين، زي ما قال كابتن خالد كده، عين التعاقد مع لعيب، هي دي الاهم. ما انت مش كل مره اروح اجيب لعيب يعني زي مودست كده، لا ده مودست ده كان اكبر غلطه ان انا اجيبه في النادي الاهلي. طب بس بقول لك يا هشام، يعني اشرف داري ده لغز، يعني ده هيلعب ماتش المغرب التواء في الكاحل عادي، من ساعتها لغايه دلوقتي ما لعبش عشان يعني هو كمان يعني لعب خمس دقايق تقريبا، ما اثر يعني على الوتر. ايه؟ ما هو دي حاجه غريبه صح؟ اثر على الوتر، هو اتعالج غلط ولا ايه؟ ما هو بيقول لك خد حقن الكورتيزون من الطبيب بتاعه في المغرب، ما كانوش عارفين. انا كنت واخد حقن قبل كده هنا في الوتر. هل دي بتاثر مثلا؟ بتاثر جدا، لان هو ممكن يكون نزل واستعجل في النزول فرجله تلوت تاني، فلما تلوت تاني عملت مشكله على الوتر، التهاب نفسه طبعا، التهاب جدا، مش هتقدر تاخد حقن. انت لو خدت حقن انت كده بتبوظ الرجل وبتبوظ، فلازم ياخد وقته بقى. طبعا طبعا.